من رمضان. صياح وعويل، صدمة ودماء على الأرض، قتلى وجثث مرمية، هذا ما خلفه هجوم مسلح على موكب لتقديم الخدمات للزائرين في الكوفة بمحافظة النجف. فبعد خلاف قديم وبسيط، أقدم مجموعة أشخاص على إطلاق النار صوب الموكب، محدثين فاجعة دامية هزت المحافظة برمتها. للأسف حادث غدر، حادث جبان، راح ضحيتها خوال اثنين، خوال جدا مسالمين، كسب ناس فقرة، أصحاب عوائل عندهم موكبين، موكب على طريق كربلاء وموكب على شارع كوفة نجف، ناس يحبون يخدمون الزوار، ناس حسينيين حقيقيين. للأسف طفل مراهق لما يتجاوز عمره 20 سنة يجي يعتدى عليهم، هم أعمارهم تتجاوز 50 سنة، ويزعون بالموكب، جاي يوزعون خدم وزوار موجودين، وأربع قتلة، يعتبرون 4 شهداء. زين، 1-2 من جحيش زبيت، 1 من الجبور، ومرأة إيرانية، و2 مصابين إيرانيين. على وجوه ذوي الضحايا لا توجد تعابير أكثر من الحزن والصدمة وألم الفراق المفاجئ والمفجع، أما أصواتهم فبالكاد تسمع من هول المصاب الدامي، فيما حملوا الأجهزة الأمنية مسؤولية تكرار الحوادث الجنائية المروعة في النجف والانتشار المخدرات والسلاح المنفلت وضعف الرقابة الأمنية. السلاح هذا المنفلت بالشوارع، المسدسات، أصحاب المعطورات، احنا نريد الردع القوي. مخدرات أو السلوين، أصحاب المخدرات، المسؤولين بالمخدرات وينهم؟ قاعد يكمشوهم ويطلعوهم، السلاح يكمشوه ويطلعوه، احنا نريد قضاة عادلين، صارمين يخلصونا من هاي المشكلة. شرطة النجف وبعد ساعات من جريمة الكوفة أصدرت بيانا كشفت فيه عن القبض على أحد المتهمين، فيما أكدت استمرارها في عمليات البحث والتقصي عن المتورطين الآخرين، في وقت يطالب فيه ذوي الضحايا بإنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين. من النجف، محمد رزاق، التغيير.